في منطقة محمية وادي روم اللي هي تعتبر واحدة من أبرز الأماكن السياحية في المملكة، وأيضاً تم إدراجها في قائمة التراث الطبيعي العالمي من قبل منظمة اليونسكو. بدنا نفتح ملف الديسي السياحي اللي بدأ بالأول كفكرة طموحة وكان بتمويل خارجي وبإشراف من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية. لكن قبل ما نشرح أكثر عن هذا الواقع اللي اليوم موجود داخل المتحف، خلينا نستعرض بعض المعلومات عنه. إذن متحف الديسي مثل ما نحن شفنا في الخارطة هو يعني قريب من العقبة إلى حد ما، بدأ العمل في عام 2004، لكن العمل لم ينتهي حتى اليوم. مساحته كانت حوالي 600 متر مربع، وأيضا هناك بعض المعلومات الأخرى أنه يبعد عن مدينة العقبة حوالي 60 كيلو متر، وهو ضمن محمية وادي رم الطبيعية اللي مثل ذكرنا قبل شوي هي تعتبر واحدة من المناطق المدرجة لليونسكو. تكاليف الإنشاء الأولية تجاوزت المليون دينار. هذا الكلام أو هذه المعلومة بحسب المراقبين ومواقع الإخبارية الأردنية. وأيضا يعتبر هذا المتحف، أو لماذا كانت هناك فكرة إنتاج أو إنشاء هذا المتحف، لحتى يكون عم بيستعرض قطع تقليدية استثنائية مستخرجة من الصحراء، حجارة تاريخية لها أهمية جيولوجية وثقافية. هاي أهمية المتحف اللي للأسف لحد اليوم لم ينشأ فعليا ولم يكن موجود. بدنا نناقش كتير عن هذا المتحف. هذه قضية مهمة، هذه قضية محزنة اليوم لما تكون الأردن عم بتحاول تكون عم بتجذب كل السياح من كل محل في العالم، وعم نحكي عن منطقة مثل وادي رم يكون فيها متحف مخصص له مصاري، لكن حتى اليوم هذا المتحف لم يكتمل. مش بس ما اكتمل، في داخله اليوم عم نحكي عن مكرها صحية. رح نناقش تفاصيل هذا الموضوع، بس بالأول بدنا نرحب بضيوفنا الكرام، عضو مجلس محافظة العقبة السيد حسين الزوايدة، وأيضا مدير منطقة وادي رم الطبيعية صالح الانعيمات. بدنا نتابع مع بعض ومع ضيوفنا الكرام هذا التقرير المفصل حول المتحف، وبدنا نناقش هذه القضية. هنا في محمية وادي رم، المحمية التي تعد من أكثر المناطق السياحية التي يزورها السياح من جميع أنحاء العالم، تم إدراجها ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي من قبل منظمة اليونسكو. تجد بين تضاريسها هيكلاً إسمنتي كان من المفترض أن يكون متحفاً سياحياً بهدف عرض وحفظ الثروة التاريخية والفلكلورية لوادي رم، إلا أنه في الحقيقة تجده متحفاً للقاذورات والنفايات ومرتعاً للمواشي. متحف الديسي السياحي المهمل تم البدء في بنائه منذ أكثر من 10 سنوات بمنحة خارجية بإشراف سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وقد تبلورت فكرة المشروع بعد مجهود لدراسات دامت أكثر من 30 عاماً أجراها وفد إيطالي مبتعث من جامعة فلورنسا في إيطاليا، حيث تم جمع الكثير من الأدوات والمكتشفات التراثية لحفظها وعرضها في المتحف، المتحف الذي لم يرى النور. هذا المتحف مهم جداً لحفظ التراث المحسوس وغير المحسوس للمنطقة، عدا عن التطور الجيولوجي والتاريخي للمنطقة اللي اشتغل عليها العالم إدواردو من سبعينيات القرن الماضي، وعمل سلسلة للتراث الجيولوجي للمنطقة والأثري، وأيضا التراث الاجتماعي للمنطقة المحسوس وغير المحسوس. إحنا بأمس الحاجة لحفظ هذا التراث قبل أن يضيع في ضوء هذا التسارع الهائل من حولنا. هذا العالم هو إيطالي، أراد أن يكبر هذا المتحف، فكان هناك مشاورات بينه وبين الحكومة على أن يكون هناك متحف، فكان هذا الخيار الموجود أمامهم. بلشوا في هذا الخيار أنه يكون عندنا متحف لهاي المواد. المتحف يختص بكل متعلقات منطقة وادي رم الأثرية، بالإضافة إلى طبيعة الحياة البدوية في المنطقة. هو هذا المتحف هو بتمويل خارجي، كان بمنحة خارجية. هذه المنحة بلش العمل بال 2004 فيها وانتهى بال 2006. هل انتهت المنحة أو ما اكتملت؟ هذا الشيء لا نعلم عنه، وهو المفروض أن الحكومة تقوم لو عملت في كل سنة 10,000 دينار أنجزوه.
هذا المشروع الذي من الممكن أن يزيد من تنشيط الحركة السياحية، وكان فرصة لتشغيل العديد من الشباب العاطلين عن العمل، يعتبره أهالي المنطقة مشروعاً يشوه الصورة السياحية أمام السياح، وتم الإنفاق عليه دون دراسة واضحة. فهي القضية المؤلمة في هذا المتحف أنه بدأ بناءه قبل حوالي 20 عام، أو بالتحديد قبل 19 عام. هذا الشيء مؤلم أن نرى أن مبنى تنموي بهذا الشكل لا يتم إنجازه، لأن هذا هدر على اقتصاد الوطن الكلي. إحنا المشكلة أنه موجود في منطقة سياحية بالقرب منه، في باركات سياحية أيضا، الهايكينج، الأجانب اللي يعملوا هايكينج ويمروا بهذه المنطقة، أول ما يلفت انتباه الأجنبي لأنه بهذه الوضعية هو تشوه بصري، الموقع أصبح وكر. أيضا منطقة أثرية ومنطقة سياحية بهذا المنظر هي أصبحت طاردة للزوار. سلبياته أيضا أنه إحنا قلنا أنه ممكن يكون في عدد زوار أكثر، لكن للأسف ما صار في عدد زوار بسبب عدم إنجاز هذا المشروع. يعني بدال ما يكون مكان جذب للسياح، مكان لفرص العمل، يجد فيها أبناء المنطقة فرص العمل، أصبح مكان مكرهة صحية، مكان يجتابه أصحاب المخدرات وأصحاب زي ما نحكي إحنا اللي يسكروا ويتهملوا. المتحف المفروض يكون قبل لا يتم إنشاؤه أن يكون يعني عاملين له دراسة جدوى كاملة من وإلى، حتى يعني إنهم ينهوا هذا المتحف، ولكن لسوء الحظ يعني البنية التحتية غيرها ما كملوا. يعني يريت أنهم ينظروا في هذا الموضوع، أقل ما فيها يشيلوا النفايات اللي فيه بس. يعني مطالب أهالي المنطقة تكررت منذ أعوام بإكمال مشروع متحف الديسة، في الوقت الذي أكد فيه جلالة الملك عبد الله الثاني العام الحالي على أهمية تنفيذ خطة تطوير شاملة لوادي رم وتقديم منتج سياحي متكامل. فهل ستعاود الجهات المسؤولة النظر إلى هذا المتحف؟ للأسف المفوضية إذن من طين وإذن من عجين. حاولنا أنه يزوره مسؤول فقط يعني على أرض الواقع يشوفه، ولكن لغاية الآن مثل ما أنتم شايفين 20 سنة والحال كما هو عليه. برامج تلفزيونية، قنوات، صحف، مواطنين، راجعنا، حكينا. أنا بحكم عملي السابق كرئيس مجلس محافظة طرحنا هذا المشروع كثير على السلطة، ولكن لحياة لم تنادي. للأمانة جميع أبناء المنطقة من 20 سنة وهم يطالبون بإتمام هذا المشروع. معالي رئيس السلطة الحالي نتوسم فيه خيرا أن يتم هذا المشروع، والأمل فيه هنالك تحركات ودراسة للوضع، لكن نتمنى أن نرى شيء على الواقع. سيد صالح النعيمات مدير منطقة وادي رمة الطبيعية، يعطيك العافية. شو سبب تأخر المشروع حتى اليوم؟ الله يعافيك يا ستي. المشروع طبعا زي ما تفضلوا الإخوان ونعرض بتقريركم، هم بال2004 تم البدء بإنشاؤه، إلا أنه يعني صار في خلاف في تنفيذ بنود العقد بين المقاول وبين السلطة. هذا الكلام بال2004؟ نعم. أوكي تفضل. فكان في هذا الخلاف وقف العمل في المتحف. انتهى هذا الكلام بال2018 بالتحكيم بين السلطة والمقاول، وانحكمت للتحكيم لصالح السلطة. السلطة في العام 2019 طبعا كلفت احدى الشركات الاستشارية المتخصصة بدراسة وضع المتحف، كونه توقف لمدة طويلة وما تم يعني الاستمرار بأعمال الإنشاءات نتيجة الظروف والزمن، ونتيجة يمكن بعض الاعتداءات اللي صارت على المتحف، إنه شوفوا شو قديش إنه ممكن إنه إحنا نكمل بناء وتأهيل هذا المتحف. الدراسة اللي قام بها المستشار طبعا خلصت الى انه الستركتشر او البنيه للمتحف بحاجه الى تاهيل، وتكلفه تاهيله بالاضافه الى استكمال بناء المتحف تتجاوز اللي هو 6 مليون دينار. طبعا هذا المبلغ كبير،
خصوصا انه مثل ما حكيت لك بال 2019 انه كانت يعني المخصصات غير موجوده لاتمام المتحف، وليست ضمن استطاعه السلطه على الاقل في خلال الفتره الحاليه او الفتره بجوز القادمه. نعم سيد صالح، مين كان المسؤول ب 2004 او مين اللي استلم اموال المنحه وماذا حصل بعد ذلك، يعني بعد كل الخلاف باموال المنحه نفسها؟ بصراحة أنا ما مش متأكد إذا كانت هي منحة، المعلومة اللي عندي إنه هو من موازنة السلطة. من موازنة السلطة، تمام. يعني هو يعني الأموال اللي تم إنفاقها بالبداية لتدشين هذا يعني المتحف كان من السلطة. بالضبط. وانتهت بقضية التحكيم وحكم للسلطة بالمبلغ اللي تم دفعه كان عليه الخلاف مع المقاول. طب الآن إحنا وين؟ حقيقة يعني شوف المتحف المفروض زي ما تفضل الإخوان إنه هو ينعرض في جزء من تاريخ وادي رم الطويل والزاخر بالتاريخ الغني بموضوع التعاقب الحضاري اللي على وادي رم وكثير من اللقى الأثرية والمقتنيات، يعني ممكن كانت تنعرض بالمتحف، لكن بهذه التكلفة حقيقة هذا فوق يعني إمكانيات السلطة، وربما والسلطة يعني الآن قاعدة تبحث عن بدائل في موضوع تشغيل المتحف واستكمال بنائه. نعم ابقى معنا سيد صالح، بدنا نسألك يعني عن المستقبل، ما هي يعني البدائل اللي ممكن يكون عم يتم فيها تشغيل المتحف، وأيضا عن بعض المقتنيات اللي تحدثوا عنها المواطنين اللي تم تجميعها من أجل عرضها بالمتحف. لكن اسمح لي أني أنتقل للسيد حسين الزويدي وهو عضو مجلس محافظة العقبة، يعطيك ألف عافية. شو اللي بنقص الأردن اليوم لحتى يكون في عندها مش بالضرورة فقط للسياحة، حتى لا يعني أبناء البلد نفسهم متحف يعبر عنهم يعكس تراثهم ويكون برضو فسحة لإلهم؟ هذا هو السؤال المحوري، هذا السؤال اللي لو أجبنا عنه الآن لانحلت المشكلة بعد دقيقتين. القضية هذه القضية، هذه هي المشكلة، هذه المشكلة نبحث عنها من 18 عاما. طبعا ما أورده الأستاذ صالح كلام سليم، لكن المشكلة ما زالت باقية. وكما أسلفت أنا في التقرير، نحن توسم في معالي رئيس السلطة الحالي خيرا لأنه وضع جميع الملفات على الطاولة، والأمانة جميع الملفات على الطاولة، لكن القضية يجب أن نبحث عن حلول ناجعة، لأن مثل هذا المتحف عدا عن ممكن العائد المادي وهو ممكن الأقل أهمية، هنالك العائد المعنوي والعائد الثقافي اللي ضروري جدا في أسرع وقت أن نلحق الركب و يعني نستطيع أن نحفظ تراثنا الذي بدأ يهدر وبدأ يختفي. أنا كشخص بدوي في كثير من العادات أو الحرف بدأت تندثر، اللي كنت أشاهدها بأم عيني بدأت تندثر، أبنائي لا يعرفونها. أنا هذا هم أطرحه على الطاولة وأريد الحل، نريد أن نفكر جميعا بصوت مرتفع وأن نصل إلى. سيد حسين، بما أنه أنت متابع القضية من البداية من 2004 لحد اليوم، يعني سمعنا إحنا طبعا من الأستاذ صالح التطورات اللي صارت، لما كنتوا تراجعوا الجهات المعنية أو لما كنتوا تدقوا الأبواب، شو كانت الأجوبة بتكون؟ إحنا خلص يعني تركنا لكم هذا العظم وهذا انتهى؟ لا، هي للأمانة أنا يعني لحد 2016 كنت معلم، وربما أنا أنظر إلى 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 المتحف من زاوية كوني معلم، وكون هذا أداة يعني نادرة جدا للتعليم ولحفظ المنتج الحضاري. القضية تراكمية، يعني من سبقنا من نواب، من أعضاء مجلس محافظة، رؤساء بلديات، مواطنين. أذكر بالخير رحمه الله زيدان الزوايدة اللي كان أكثر شخص محروق على هذا المتحف، لم يأتي مسؤول إلى هذه المنطقة إلا وواجهه وطالب بالمتحف إلى
روحه الطاهرة السلام، لأنه من أكثر الناس الذين قاتلوا من أجل هذا المتحف. وأتمنى في يوم من الأيام أن يجلس هذا دائما المتحف. مين الجهة المعنية اللي بتراجعوها بشكل دائم؟ جميع المسؤولين اللي مروا في المنطقة تم وضعهم في الصورة. جميع مين المسؤول بشكل مباشر اليوم؟ إذا بدك تدق الباب مين بتدق؟ هي احنا وضعنا هذا الهم امام رئيس السلطه وتناقشنا معه. هو اكيد صاحبه الولايه هي سلطه مفوضيه العقبه. وايش كان عم بيكون الردود؟ هي القضيه يعني القضيه هذه اولا مش مشكله، هذه معضله من 18 سنه صعب ان احلها بين يوم وليله، وخصوصا بعد الكورونا وبعد الظروف الاقتصاديه اللي العالم كله يمر فيها، اصبحت هنالك مشاكل تمويليه يعني. فاحنا اللي ما نتمناه ان نجد مصدر تمويلي او حلول تمويليه ولو على مراحل يعني. نعم. لو بلاش ان يعني في سنه او سنتين ان ننفق 6 مليون، لو كل سنه نص مليون مثلا او كل سنتين نص مليون ومراحل، ونحافظ على الشيء اللي ينجز، تعيين حارس على المنطقه، تامين المتحف، ولو كما ذكر سعادة الزميل السابق الأستاذ محمد الزوادي قال له لو كل سنة جزء بسيط تم إنجاز جزء من هذا المتحف كان المتحف زمان كان جاهز. نعم. سيد حسين ابقى معنا، ابقى معنا. خلينا ننتقل للسيد صالح، ويعني نبدأ من محل ما انتهى السيد صالح. يعني مش بالضرورة أنه يتم إنجازه بأسرع شكل ممكن بما أنه في ظروف اقتصادية صعبة، رغم أنه يعني عم نحكي عن 18 سنة، عم نحكي عن رقم كبير، لكن هو في داخل المتحف في يعني مشاهد أكيد عم تعرض الآن على الشاشة لمظهر غير حضاري وغير لائق موجود داخل هذا المتحف. ما كان فيه على الأقل بدائل لحماية هذا المتحف؟ وأيضا ذكرت حضرتك قبل قليل أنه صار فيه اعتداءات على هذا المتحف، من مين كانت هذه الاعتداءات وكيف تم التصرف؟ طبعا الفترة اللي فترة الخلاف بين السلطة والمقاولة، تعرف أنه ما كان في إمكانية أن السلطة تستكمل الأعمال أو غيره، لأنه كانت القضية منظورة يعني عن جهات قضائية، فبالتالي السلطة كانت ولا المقاول كانوا بيقدروا يشتغلوا. المتحف مشكلته كمان في بعض العيوب التصميمية أصلا كانت، اللي هي لها تتعلق بموضوع اللي هو الجدران الحجرية اللي داخل الشبك الحديدي، هاي سهل أنه تنهار، وسهل أنه أي حد ممكن يأخذ جزء من هاي الحجارة اللي كانت موجودة على جدران المتحف. يعني من 2004 ل 2019 خلينا نقول مثل ما حضرتك ذكرت هي كانت عند القضاء، فكان ممنوع المساس فيها بأي شكل من الأشكال 100%، ولا حتى حمايتها ولا حتى تركيب أبواب حديد لإلها. أنه أي تدخل بموضوع، تعرفي أنت تدخل بموضوع البناء والهذا راح يعني يحكم فيه لي. نعم. ما بعد ذلك السلطة يعني مباشرة عملت دراسة من خلال الاستشاري زي ما ذكرت لك، وانه شو امكانية انه احنا انه هذا البناء انه فعلا امن، انه احنا نقدر نكمل عليه ونبني عليه، خصوصا انه هذا السكيلتون او هذا الهيكل خلينا نحكي العظمي الموجود كان لازم ينبنى عليه، لسه في اضافات كثيرة كان لازم تنبنى عليه، فكان لازم التأكد من صلاحية انه نستمر بالبناء على هذا المتحف. هذا نعم. وسيد صالح هل طلعت النتائج انه هذا المبنى غير صالح للبناء عليه؟ لا، هو مش انه غير صالح، ولكنه بحاجة لكثير من التدخل لموضوع تدعيم كثير من الاساسات وكثير من الجدران. يعني هل ممكن يطلع أرخص أنه يتم بناء متحف ثاني وهذا المتحف يتم الاستغناء عنه؟ يعني حقيقة ممكن هذا يكون واحد من البدائل المطروحة، أنه يبنى متحف قريب منه أو يعني بأي منطقة ثانية قريبة تخدم الغرض من إنشاء المتحف اللي هو حفظ التراث الثقافي والتاريخي للمنطقة، وبتكلفة أقل وبوقت أسرع بدون المغامرة بالذهاب إلى يعني الاستثمار فيه، أو أنه مثلا تشغيله لأغراض أخرى لها علاقة بالسياحة، كونه هو موجود في منطقة المخيمات وقريب من ميدان الهجن، وجاي يعني بمنطقة سياحية مهمة في المنطقة، وممكن في هذه اللحظة انه ابناء المنطقة
يستفيدوا صراحة ويكون عنصر جذب. نعم سيد صالح، قيل عبر المواطنين وأيضا موجود هذا الكلام يعني عبر الإنترنت بشكل واضح إنه كان في بعثة إيطالية عم تقدر تلاقي مواد ما معينة إلها دخل في التراث الأردني والتراث الصحراوي بالخصوص لحتى يتم عرضها داخل المتحف، وبالإضافة لتوثيقات. هاي اليوم مقتنيات مين؟ هل روحت مع البعثة؟ هل موجود اليوم ضمن يعني ممتلكات السلطة؟ أين ذهبت؟ سؤال مهم، ويعني الصحيح في المنزل اللي كان موجود فيه البروفيسور الإيطالي اللي كان بتبرع من أحد أبناء المنطقة عليه رحمة الله، أحد شيوخ المنطقة تبرع له بالقطعة والمنزل. وجدنا طبعا بالتعاون مع دائرة الآثار العامة كثير من المستحثات واللقى والبقايا الأثرية اللي بتستاهل أنه تنعرض وتحكي عن تاريخ المنطقة. الشيء الآخر كمان المهم أنه إحنا في السلطة من خلال وزارة الخارجية وبالتواصل مع البروفيسور الإيطالي، هو الآن بإيطاليا وكبير في السن، فكان كثير من المقتنيات موجودة معه، فالسلطة استردتها أكثر من طن ونص من الـ من الـ من الـ اللقى الأثرية والبقايا، وجلبناهم من إيطاليا وعلى حساب السلطة، والآن موجودة بعهد دائرة الآثار العامة حتى يتم يعني عرضها بالمتحف سواء بموقعه الحالي او في الموقع القادم. استاذ اسمح لي عشان ضيق الوقت نحن بدنا ننهي، بس بدي اسالك حول متى بنقدر نتابع ومتى ممكن يكون في قريبا يعني نتائج لقرار اما هدمه استبداله او البناء عليه مره اخرى. صحيح انه من يعني هذا من ضمن الاولويات الموجوده لعمل السلطه حاليا. يعني معالي الرئيس يعني قاعد يبحث، يعني قاعدين نبحث في السلطة عن بدائل ومخرج سريع، و يعني ما بضيع الفرصة علينا في انه يكون في عندنا هذا المنتج المهم. للأمانة ما عندي توقيت او مدة زمنية ممكن احكيها، لكن هو موجود ضمن المشاريع اللي قاعدة تندرس. نعم بدي أشكرك كل الشكر سيد صالح النعيمات على كل المعلومات والمتابعات اللي أعطيتنا إياها، واسمح لي أنتقل لسيد حسين الزوايدة في الختام. طن ونص طلع معاه هذا الباحث الإيطالي، مع كل الحب والاحترام له، بس شو رأيك في هذا الموضوع؟ أختي البحث الإيطالي البروفيسور قاعد يمكن 30 سنة، كنا نتمنى أن يكون في توأمة بين جامعة فلورنسا والجامعة الأردنية مثلا أو أحد الجامعات، بحيث يكون معاه يعني أشخاص من الأردن. للأسف هو كان يتكلم الإيطالية وقليل من العربية، فما أنا واجهته عدة مرات لكن لم أستطع التواصل معه لأنه لا يتقن الإنجليزية. إحنا ما نتمناه أختي. بالنسبة للمتحف، أسوأ خبر ممكن نسمعه أنه المتحف يتم إزالته. مهما كانت الكلفة ستكون رخيصة إذا أنجزنا هذا المتحف، لأن إذا تم إزالة هذا المتحف فهذا عنوان فشل. إذا أزلنا المتحف فهذا معناته يعني يضعنا في خانة الفشل. الإنسان مش خطأ أنه يكون في عندنا مشكلة أو عقبة، سنكون ناجحين إذا استطعنا أن نتغلب على هذه المشكلة. أنا سأرفع القبعة وأصفق كثيرا لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن استطاعت أن تحل هذه المشكلة وأن تكمل المتحف، لأن النجاح الوحيد اللي ممكن أن أحققه لهذا المتحف هو إكماله أو إنجازه، غير هيك راح تكون يعني راح يكون نتيجة للأسف تعتبر سلبية جدا. نعم احنا نتطلع مش فقط وصلت نتطلع الصورة سيد حسين، نشارك في المجتمع المحلي، احنا نتطلع في المستقبل من المجتمع المحلي يشارك ايضا في عرض المحتوى. احنا نتطلع الى يكون متحف مختلف عن بقية المتاحف. نعم نشكرك كل الشكر عضو مجلس محافظة العقبة حسين الزوايدة، ويعني وصلت مطالبكم بشكل واضح، يعني واضح أن المجتمع المحلي يشعر بالفشل وأيضا بالخيبة اتجاه كيف تم التعامل مع هذا المتحف. بالمقابل يعني ضيفنا اللي هو مدير منطقة وادي رم وعدنا أنه هي رح تكون على لائحة أو على أولويات السلطة من أجل إعادة التفكير حول الحل لهذا المتحف.
كل ما نتمنى لهم سواء يعني كإعلام أو حتى كمواطنين أردنيين بصفتنا الشخصية، إنه هاي البلد تكون فعلياً عاكسة لأهلها ولتراثها ولناسها، ومن حقنا على الأقل إنه يكون في متحف بيعكس وجودنا في مكان ما، ومش إنها تنزت المصاري بهذا الشكل.